ماما هي تيتا هتموت امتى؟ مش عارفة هتموت امتى ونخلص يا ربي. ايه ياسمين اللي انتي بتقوليه ده؟ على فكرة كده عيب. اصل انا عايزة انام في سرير لوحدي. انا عارفة يا سوسة والله، بس انا مش عايزاكي تفكري بالطريقة دي. طب ما تخليها تنام معاكي انتي وبابا في الأوضة. لا طبعا ما ينفعش. طب ليه بقى ما ينفعش؟ ما ينفعش عشان انا وبابي. ياسمين اسكتي شوية بقى. يلا يا سناء يلا احنا ماشيين. شوفي بقى عادل لما يرجع وما يلاقيناش هيعمل فيكي ايه. يا ماما احنا رايحين فين بالظبط؟ رايحين عند خالتك فريال في طنطا. ما هو خالتي فريال من ساعه ما اتطلقت وهي قافله شقتها بالقفل وقاعده عند ابنها. ده ابنها يتمنى، انا اللي مرضعاه. انت اللي مرضعاه؟ يعني زي اخويا؟ امال كان متقدم لي ازاي؟ ما انا ما رضعتكيش. ماما مين اللي رضعني؟ يا ستي ام سمير. طب ومين رضع سمير؟ اترضع صناعي. طالما رضع صناعي نروح نقعد عندهم عايز. لا انا ما بحبش اتقل على حد. اللي تشوفيه يا ماما. خلاص اقعدوا اقعدوا، انا اللي ماشيه. ماما ستي المشابك على الحبل، اروح اجيبهم. بقول لك ايه، هو انت بدل ما تعتذري عايزه تطلعينا احنا الغلطانين؟ على فكره يا طنط انا ما غلطتش. لا غلطتي، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش العسل الا والطحينه فوقيه. بتقلبيني؟ سامع حضرتك بتتكلمي في ايه؟ موضوع تافه صغير، كبرتيه وخليتيه تخين قد كده. عسل على طحينه تقلب، هي دي المشاكل اللي بيننا؟ ايوه مشاكل. ساعدناكي وقربنا منك قلتي بيتدخلوا، بعدنا عنك وسبناكي وقلنا احنا ضيوف قلبتي لي العسل على الطحينه. يعني ايه ضيوف؟ تاكلوا تشربوا وتناموا بس؟ ايه ده، قصدك ان احنا عال عليكي؟ لا يا حبيبتي لا، ده انا قاعده في خير ابني. اوكي خلي حضرتك قاعده في خير ابن حضرتك، في شقه ابن حضرتك، وانا هسيب لك شقه ابن حضرتك واروح اقعد عند مامي بعد اذنك. لا ما تمشيش حضرتك. ولا اقول لك فكره برضو، روحي قضي يومين ثلاثه وبارجعي. يلا يا ياسمين. يا رن رايحه فين؟ سايبه البيت ورايحه اقعد عند مامي. متهيألي يا رانيا مش هتعرفي تعملي الحاجتين في وقت واحد. مامي انت جيتي؟ حبيبتي وحشتيني. نادله وحشتيني قوي. مامي انا هسيب البيت واجي اقعد عندك. يا ريت يا حبيبتي. حجزوا على الشقه واخدوها منا. يعني ايه؟ يعني انا مش هعرف اقعد عندك؟ مش قلت لك مش هينفع تعملي الحاجتين في وقت واحد؟ اهلا يا حماتي.